انشقت المعاناة طريقها في ربوع فلسطين، وحكاية الألم الدامي لم تنتهي بعذابات من حرمان وتردي الوضع المعيشي وتغيير ملامح الحياة، وتحديدا في تلك البقعة الصغيرة من العالم الآخر الذي لم يعهده قطاع غزة. 360 كيلو متر مربع من المساحة، وعدد لا يقدر من البطالة المنتشرة والفقر. وعلى إثر تلك المحطات اللانهائية من الظلمة، خرجت المشاريع التنموية الصغيرة المدرة للدخل للأسرة الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية لعام 2013، وبتمويل من مؤسسة بيت المال الأمريكي في ولاية تكساس، وبتبرع كريم من الجاليات المسلمة في أمريكا، حيث أصبحوا نوراً للفجر الذي سيعقب الظلام على غزة. حيث تقوم مؤسسة بيت المال الأمريكي من خلال طواقمها الميدانية بتقديم المساعدة المستمرة للعائلات من خلال المساعدات الغذائية والعينية خلال الفترات السابقة، وهذا ما حصل مع المواطن ساكب موسى عبد اللطيف الشريف من سكان معسكر دير البلح للاجئين، الذي لا يجد منزلا يسكن به ولم يجد ما يستره سوى العيش في خيمة من القماش وصفائح الزينكو لعدم مقدرته على بناء منزل يعيش فيه بسبب عدم وجود دخل مالي ثابت، حيث أن له 8 أفراد من البنين والبنات. فما كان من مؤسسة بيت المال الأمريكي ومن خلال فريق عملها في فلسطين من عمل وتمويل مشروع لتربية الأغنام للأسرة، وذلك بشراء مجموعة من الأغنام والتي ساعدتهم وساهمت في تيسير أمور حياتهم. فكرنا بمشروع زي هيك، مشروع أغنام أساس يعني يحسن الوضع. يعني بداية بنشكر مؤسسة بيت المال الأمريكي والجالية الإسلامية في أمريكا انهم يعني ساهموا ومساعدونا في ان نعمل هذا المشروع نحسن وضعنا المالي. لم يختلف حال المواطن ساكب الشريف عن حال المواطن ايمن قعدان، الذي يعيل اسره تتكون من 8 افراد. فاسره قعدان تسكن في بيت من القماش ولا يوجد مصدر دخل للاسره، حيث تكفلت مؤسسه بيت المال باستئجار منزل للاسره لمده عام وتجهيزه بجميع محتوياته البيتيه. وقامت المؤسسة أيضاً من خلال طواقمها الميدانية في فلسطين بمتابعة أسرة قعدان وتمويل مشروع شراء عربة صغيرة تسمى توك توك، وذلك للعمل عليه وإعالة أسرته، حيث كان له الأثر الكبير في تغيير حياته المعيشية وأسرته. فظليتني قاعد، يعني كنت أشتغل هنا 30 شيكل 25 شيكل ما كان إنش يقضينا إشي، فظليتني زي ما أنا، حتى يعني أنا كمان أخلت الهواء من هنا من كعب برودي، يعني خبطنا الكعب البرودي هنا في راسنا هيا مبينة، وظليتني لحتى الآن وأنا بعاني، يعني لحتى الآن بعاني في شد عصب، يعني عندي شد عصب مزمن هذا وشغل، يعني بقدرش أشتغل، كنت يعني أشتغل الشغل الخفيفة اللي أقدر عليها، أما الشغل يعني جامد بقدرش عليه. وظليت واجت المؤسسة هذه، يعني تأجرت لي الدار وجبت لي يعني فراش وجبت لي جميع ما أحتاج، وبما فيها قالت لي يعني حنساعدك إحنا في مشروع نطلع لك إياه، وقالوا وطلبوا مني يعني إن أنا أطلب إيش المشروع اللي كنت أنا بدي إياه، فقلت لهم أنا رغبتي في توك توك، فقالوا لي يعني تعلم جيب لنا رخصة تعلم سواقة وجيب رخصة وإحنا على هبة استعداد نجيب لك اللي بدك إياه. في مخيم البريج للاجئين، حيث الكثافة السكانية وانتشار معدلات البطالة والفقر بين السكان، تعيش نورا سليمان أبو عرمانة أم محمد التي تعيل أسرتها، وذلك بعد مرض زوجها وعدم مقدرته على العمل والحركة، حيث يحتاج إلى مصاريف للعلاج المستمر وسط أسرة تتكون من 7 أفراد في بيت متهالك لا يصلح للسكن الآدمي. فقامت مؤسسة بيت المال الأمريكي بتمويل مشروع لفتح محل بيع مواد غذائية للأسرة، وذلك لمساعدتهم في العيش كباقي الأسر الأخرى. أنا بشكر الجمعية اللي ساعدتني في هذا المشروع، لأن أنا وضعي صعب جدا، يعني أنا جوزي له هالحين حوالي 14 سنة مريض، عامل 3 عمليات غضروف
وعنده دم في الرئه وبينام دائما في مستشفى الشفا يعني. ورحت فيه على مصر يمكن ولا 20 مشوار صرت رايح على مصر فيه. وضع بيتي سيء لدرجه كبيره وفيش عندي يعني اولاد كبار يساعدوني. شمال قطاع غزة حيث المنطقة الحدودية المهمشة وحيث الخوف المتواصل من مصير مجهول، تعيش أسرة المواطن واكد إبراهيم إسماعيل عدوان الذي يعيل أسرة تتكون من 11 فردا معظمهم من الشباب والذين لا يعملون بعد تخرجهم الجامعي، وذلك بسبب ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية. فمعيل الأسرة مريض بمرض الكبد الوبائي ما لا يمكنه من العمل، حيث يحتاج إلى مصاريف للعلاج ولا يستطيع، مما دفع مؤسسة بيت المال الأمريكي بتقديم المساعدة لأسرة واكد، وذلك من خلال شراء عربة صغيرة توك توك، وذلك للعمل عليه لمساعدة الأسرة في العيش وتخفيف الضغط المعيشي. والله وجعنا بالمرة، والحاج تعبان عنده مرض كبد وعنده بقدرش يشتغل، وأخته ثلاثة قاعدين وإحنا سبعة نفار في الدار، وإن شاء الله هذا بفك أزمتنا. أكرم جمعة الأعرج عاطل عن العمل منذ فترة طويلة بسبب عدم وجود مصدر معيشي له ولأسرته، يعيل أسرة من 10 أفراد، حيث ساهمت مؤسسة بيت المال الأمريكي من خلال فتح مشروع لبيع الخضار ومساعدته في استئجار قطعة من الأرض الزراعية وزراعتها هو وأفراد أسرته، مما ساهم بتخفيف شدة المعاناة عن هذه العائلة. يعني المشروع هذا كنا بنحلم حلم ان نقدر نقوم فيه من غير هالمساعدات هذه اللي قامت فيها هذه المؤسسة، رغم يعني قلة حجم رأس المال، لكن قدرنا نتحرك فيه ونخلق فرص عمل لها الشباب اللي قاعدة منا. كنا مش قادرين طبعا نعمل أي شيء بدون رأس المال، كنا يعني شبه مكتفين. طبعا بنشكر المؤسسة اللي راعي على هذا المشروع، وبنتمنى لهم طبعا التقدم ويساعدوا ناس كثير يمكن محرومين من هذا الاشي انهم يشتغلوا. طبعا الوضع العام معروف بالنسبة لنا في قطاع غزة. جميع المستفيدين من مشاريع مؤسسة بيت المال الأمريكي تقدموا بالشكر الكبير على مساعدتهم في العيش بحياة كريمة، وخاصة المتبرعين من الجاليات المسلمة في أمريكا وجميع فاعلين الخير، حيث أن المشاريع مثلت شعورا لتلك البيوت الفقيرة أنهم كغيرهم من الأسر الذين كان لهم النصيب في الخروج من عنق زجاجة الفقر ولو شيئا يسيرا، فعادت البسمة على شفاه أطفال المحرومين قبل أن ترسم عيونهم دمعا يحيلهم إلى واد غير ذي زرع، إلى يأس كاد أن يقيم في نفوسهم ليعود الأمل بعد غياب وتنتشلهم الأيدي المانحة الكريمة من أنقاض ضنك العيش.